السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في دورة جديدة إن شاء الله بإذن الله. غادي نتعرفوا على لي فوندامونتو ديال أنجولار. ألوغ كيف كتعرفوا أنجولار فريم وورك دو جافا سكريبت، تو سامبلومون هاد الفريم وورك هذا كيتستعمل في لو كوتي فرونت أند، وهو يعني فريم وورك بوبولار وكيستعملوه بزاف ديال لي ديفلوبور. ألوغ كيف كتعرفوا معكم محمد جايتي فول ستاك ديفلوبر جي اس. ان شاء الله باذن الله غنتعرفوا في هذه الدوره هذه على لي فوندامونتو ديال انجولار. الوغ شنو هما لي بريغوكي ديال هذه الدوره؟ ان شاء الله باذن الله خصك تكون عارف يعني بيزيك جافا سكريبت، يعني ما نوصلوش للادفانس يعني لشي حاجه افونسي، جوست غير لي بيزيك يعني لي فونكسيون لي لوبس ان بو دو يعني لي فونكسيوناليتي ديال الريز اوبجيكت انسي دو سويت. اتش تي ام ال تو سامبلومون، اتش تي ام ال سي اس اس، يعني ممكن نقول اتش تي ام ال يعني en parallèle avec CSS. Alors, شنو هما لي helpful ديال لي prerequis ديالنا؟ tout simplement les basic، non, juste erreur basic node and npm ou ligma script يعني 2015 ou bien 2016 et typescript. donc typescript غادي نتعرفوا عليه يعني brièvement. alors typescript غادي نحتاجوه في angular، لان angular qui يعتمد على TypeScript وما كيعتمدش على JavaScript، ما كاين il y a des fonctionnalités ou bien des fonctions de JavaScript اللي نقدروا نستعملوهم يعني brièvement في le code ديالنا. alors TypeScript overview. donc tout simplement TypeScript شنو هو؟ alors TypeScript هو يعني فاش كانوا كي ديفلوبيو JavaScript tout simplement التيم ديال JavaScript introduit H JavaScript as client-side programming language tout simplement. mais au niveau de l'utilisation de JavaScript, عرفوا بلي راه نقدروا نوتيليزيو JavaScript في يعني في الكوتي سيرفر. alors قالوا علاش ما اجوتيوش واحد لو لونغاج اللي نقدروا يعني نفسو به JavaScript يعني في الكوتي كليون tout simplement. donc تما فين داروا يعني JavaScript و TypeScript pardon. Ou le TypeScript tout simplement was developed by yani le team ديال tout simplement team leader yani le traitement ou bien le bridge entre yani le client side du JavaScript. alors à le niveau هذا TypeScript هو le code ديالو ou bien le corps ديالو tout simplement s'est converti en plein JavaScript. donc il a لاحظتوا هنا TypeScript yani code TypeScript code is converted into plain JavaScript code. يعني إيش؟ يعني أن TypeScript tout simplement qui يعني n'est pas يعني ما كيتكونش مفهوم ما بين البراوزر أو بيان لي براوزر كاملين، ما كيقدروش يفهموه tout simplement. باش كيتفهم كيكون واحد لاني لا ترانسلاسيون بيان لا كونفيرسيون باش كيقدر يتفهم، كيتسمى ترانسبيلد. الوغ غادي نتعرفوا عليها أكثر. دونك كيف قلنا عندنا لو كود TypeScript tout simplement. le TypeScript l'extension de .ts. alors avec le code TypeScript tout simplement converti en JavaScript en plein JavaScript. mais il y a le same يعني the same كاينش حاجه غير هو JavaScript typé بيان نقولوا script typé de JavaScript. alors tout simplement le code qui compte transpiler كنقولوا transpiler يعني اش يعني tout simplement كاين واحد le process ou bien le processus méthode transpilage ou bien transpiled avec le transpiled qui relève de la conversion de le code TypeScript en JavaScript باش نقدر نقراه بالبراوزر، لان JavaScript هو langage interprété par le browser و TypeScript راه ني با interprété par le browser. شي واحد يقول لك راه TypeScript كيتانتربريتا، راه فولس، راه ما كيتانتربريتاش. alors بالنسبه للTypeScript سيبورت كاع لي جي اس ليبراري، هذه حاجه وحده. ونقدروا نستعملوا تايب سكريبت اني وير، دونك تو سامبلومون في اي ابليكاسيون طاحت على البال، يعني كوتي فرونت اند، ملي كنهضر على كوتي فرونت اند يعني سوا موبيل سوا ديسكتوب. الوغ غادي نشوفوا لي فيتشرز ديال جافا ديال تايب سكريبت. دونك تايب سكريبت كيعتمد على يعني لي فيتشرز اللي معروفين في كاع لي لونغاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي، باسكو هو لونغاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي. كيف قلنا راه يعني فاش كانوا كيكريو يعني تو سامبلومون جافا سكريبت راه طاحت عليهم الفكره ديال تايب سكريبت. الوغ نشوفوا بعدا يعني ان بو دو ديفيرونس يعني ما بين بتوين تايب سكريبت اند جافا سكريبت. تايب سكريبت هو كيف قلنا از نون از اوبجيكت اورينتد بروغرامينغ لانجويج، و تو سامبلومون جافا سكريبت حتى هو لونغاج اورينتي اوبجي، مي كنقولوا ليه لونغاج دو سكريبت
de scriptage ou bien de scripting language is a scripting language. Alors, بالنسبة للتايبسكريبت عنده لي فيتشرز المعروفين هما اش؟ هما ستاتيك تايبين اللي غادي نتعرفوا عليها مهمة جدا هاد ستاتيك تايبين والانترفيسز ولي كلاس بروبرتيز بابليك برايفت اكسيسيبيليتي. الوغ زافونتاج ديال ايتيليزاسيون ديال جافا ديال تايب سكريبت اوفر جافا سكريبت. الوغ تايب سكريبت تو سامبلومون بوانتي على يعني الكومبيليشن ايرورز ات ذا تايم اوف ديفلوبمنت اونلي. بالنسبة لتايب سكريبت عنده لي فيتشرز وبيان لي فيتشر فيتشرز بيان هاز ا فيتشر ويتش strongly typed or supported static typing. Donc tout simplement كيف قلنا كي supported static typing يعني غنتعرفوا على static typing يعني brièvement بالنسبه لو يعني لو كور ديال تايب سكريبت راه ديجا كاين في يوتيوب يعني شيرشيو على لي كور دو تايب سكريبت باردون راه غادي تلقاو يعني انورمون دو كور وراه التايب سكريبت راه تري سامبل ماشي حاجه يعني راه غير كلكو موديفيكاسيون ما بين لونغاج دو جافا سكريبت و تايب سكريبت مي انجولار كيحتاج تايب سكريبت. الوغ غادي نشوفو يعني الستاتيك تايبين. ستاتيك تايبين باغ اكزومبل الا بغيت نكري انا واحد الفاريابل ليت نيم هذاك ليت نيم كنحط ليه تو سامبلومون يعني لو تيب ديالو باغ اكزومبل نيم غيكون اون سترينغ كندير دو بوان سترينغ الايج نمبر بيرثداي ديت دونك تو سامبلومون لاحظتو هنا سترينغ هنا نمبر هنا ديت دونك هادي كتسمى ستاتيك تايبين. فاش كنكري شي فاريابل كتكون عنده واحد لو تيب ديالو يعني خاص به دونك يكون عنده تيب ديالو خاص به. الوغ دابا غنمشيو للانترفيسز لي زانترفاس كنعرفوهم. دونك تو سامبلومون لي زانترفاس بيرمي اش دو يعني دو فير دي ميثود يعني كيكونوا ابستراكت. هاد لي ميثود هادو ابستراكت ميثود كنقدروا من بعد نديروا لهم لا ديفينيسيون ديالهم ونستعملوهم. دونك كنكري واحد الانترفيس نتاعك اي كيت عندها لو نيم سترينغ ايج نمبر تو سامبلومون لا بغيت نوتيليزي هاد الانترفيس غنستعمل ليت فلافي باغ اكزومبل سميت هاد الكيت بين هاد لو شا سميتها فلافي دونك اي كيت تو سامبلومون يعني اتيزاسيون تري سامبل غير جوست هنا تايبس يعني تايبين ستاتيك وبيان ستاتيك تايبين خاصها تبقى يعني يعني اوبليجي باش نديروها تو سامبلومون. الوغ بالنسبة لي كلاس تو سامبلومون لي كلاس في جافا سكريبت كنعرفوهم كيفاش كنا كنديرو ليهم كلاس كيت باغ اكزومبل بلا ما نذكروا يعني لي زاتريبي باغ اكزومبل كنديروا غير كونستراكتور ديس بوان نيم ايغال نيم دونك مي افيك تايب سكريبت غنحتاجو يعني كيف قلنا يعني نحطو لو تيب دو نيم او بيان جوست سون تيب غير هو نقدروا يعني اترافير هاد كونستراكتور نحطها تو سامبلومون في يعني في لاتريبي او بيان في البارامتر ديال الكونستراكتور. الوغ بالنسبه للبابليك اند برايفت تو سامبلومون كنعرفوا يعني لاكسيبيليتي بوبليك بريفي يعني بلا ما نحتاج نديتايي لي شوز ديجا هادشي تريتي في لي لونغاج دو بروغراماسيون شفناها في بيتون شفناها في البي او او ديال بي اتش بي شفناها في جافا يعني هادشي بلا ما نعاودو نتريتي ديجا اللي بغى يفهم شي حاجه في هاد لا بروغراماسيون اون اوبجي راه يشوف لي فيديو ديالنا بريسيدون. الوغ لاكسيبيليتي راه تري سامبل باغ اكزومبل عندي لو كود ديالي تو سامبلومون اون كلاس شا دونك هاد الكود هذا خاصنا اجوتيو ليه باغ اكزومبل لاتريبي او بيان لاكسيبيليتي بريفي. دونك هنا اكسيبيليتي سي بيبليك باش نقدر ناكسيدي تو سامبلومون سي بيبليك اترافير لاكسيبيليتي بريفي. دونك تو سامبلومون غنستعمل برايفت نيم سترينغ برايفت سبيك يعني لا فونكسيون اي مي نقدر يعني او مومون دو كونستركتور نقدر تو سامبلومون انولي كاع هادوك لي اتريبي ونخليها يعني في لو كونستركتور كونستركتور برايفت نيم كونستركتور يعني في البارامتر برايفت كولور انسي دو سويت. دونك تو سامبلومون هادشي اللي كاين في هاد لابارتي وان شاء الله باذن الله غادي نتلاقاو باش نشوفو يعني لو كود يعني باش نتعرفو اكثر على لي فوندامونتو ديال انجولار تو سامبلومون غادي نتعرفو على يعني بليزيور شوز غنتعرفو كيفاش نقدرو يعني نكريو يعني reusable angular services routing كيفاش نكولكت الداتا كيفاش يعني نستعمل يعني كوم رياكت لي بروبس يعني child children و لي بارون انسي دو سويت. دونك نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في لي فيديو سويفون.